السلام عليكم واهلا بكم في مباراة الاياب من دور نص النهائي ضد باريس سان جيرمان اللي مباراته مش هتكون سهلة ابدا. الراجل اللي حرفيا توعد لنا بكل ما يملك من قوة في المباراة دي انه يقدر يرجع علينا، ولكن هل هيقدر؟ كسبنا 3-0 في مباراة الذهاب، والنهاردة باذن الله هنحاول نأكد الفوز ونأكد قوتنا وسيطرتنا على دوري الابطال في الطريق نحو النهائي. حط لايك واشترك في القناة، مستني ايه اكتر من كده؟ حمسك بيه ويلا بينا ندخل في الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي بس كده بالله عليك طالبك اقسم بالله تدعي لي دعوه من قلبك، ربنا يردنا بالسلامه باذن الله ونفك الجبس ونرجع افضل من الاول باذن الله. زي ما انت شايفين الراجل قوته وصلت 92، امبارح كانت قوته اعتقد 90 والله اعلم، دلوقتي وصلت 92 واحنا قوتنا من 95 الى 96. زي ما انت شايفين اول حاجه هنعملها ان احنا هنروح على محلل البيانات. زي ما انت شايف كده الراجل بيلعب 4-3-3 حرف الايه، عثمان ديمبلي واوسيمين وكيليان امبابي، جمرايش المفروض مكانه غلط، فيرتس برضو مكانه غلط، جونكو برضو مكانه غلط، حكيمي فان دايك راموس وروبرتسون في خط الدفاع. التكتيكات الراجل بيلعب هجمات مرتده، الاوفسايد لا ودفاع المنطقه، بس كده هو ده الراجل اللي عمله في الخطه بتاعته. الخوف ان فاضل 10 دقائق وممكن والله اعلم يروح لمعسكر تدريب. الحاله دي احنا بندخل على الصفحه بتاعته نشوف اخر مره فتح فيها امتى، دوب انه فتح النهارده، فالراجل ممكن فعلا يكون متابع، ممكن يكون متابع للفريق ان هو ممكن على اخر لحظه يعمل معسكر تدريب، وده اللي انا مش بتمناه الصراحه. فبالتالي ندخل على فريقنا اوريكم اخر التحديثات اللي عملتها. انا بعت لوك شو واشتريت مين؟ اشتريت لوك شو، والله هو ده اللي حصل، بعت لوك شو واشتريته تاني، بس فرق الطاقه كان مرعب. زي ما انت شايف الهجوم زي ما هو، نص الملعب زي ما هو، الدفاع زي ما هو ما عدا لوك شو كانت قوته 90، بعته بعدين اشتريته تاني قوته 96. اشتريت اللاعب ده برده اللي اسمه اوربان ده 96، ونيك بوبي حراسه المرمى قوته 88. النهارده بقى هنعمل ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله ناويين نلعب بدي البدلاء كامله، هنغير التكتيك، هنغير الخطه، هنغير اللعيبه اللي في التشكيله كلها ان شاء الله. يا ابني بقى اقعد بقى هنا، ان شاء الله هنغير كل اللي في التشكيله عشان خاطر نقدر نفاجئ الخصم بشكل مختلف عن امبارح كسبنا 3-0 ب 4-3-3، النهارده هنغير كل حاجه باذن الله، بدايه من خط الهجوم اللي هيكون فيه داروين نونيز ومارتينيلي اللي هيكونوا في خط المقدمه، نص الملعب صانع الالعاب اوديجارد وما عندناش غيره طبعا، الواو دال يكون تشوانوجلو او ديكلان رايس مش هتفرق اي حد فيهم، بس خلينا في ديكلان رايس. ممكن نحط هنا فيراتي وكمان نونيز بما ان الاثنين ما لعبوش المباراه بتاعت امبارح. الباك اليمين للاسف ما عندناش غيره وهو ريبير، قلب الدفاع هيكون اوربن دوت او اوربان دوت وساليبا، وعلى الباك الشمال هيكون لوك شو. وبكده دفاعنا هيكون كامل. الصراحه انا بفكر اريح تريبير بما ان بكره مباراه النهائي، فبفكر اريح الراجل ده، الراجل ده اعتقد لعب كده ماتشين ورا بعض، فالافضل ان احنا نريحه، فممكن انزل جابريل مثلا بحطه على اليمين يقضي الواجب بما انه مش هيكون ثغره كبيره ان شاء الله، اللي بيلعب عليه مهاجم مش جناح، فبالتالي يكون في صالحنا ان احنا نحط قلب دفاع ونريح تريبير لمباراه النهائي بكره باذن الله، لاني واثق ان شاء الله ان احنا هنعدي وهنوصل للنهائي. دكه البدلاء زي ما انت شايف مش هوصيك عليها بقى، احنا متعودين ان انا دايما بكون محافظ عليها وحاطط اقوى العناصر في الدكه عشان لما تنزل في المباراه تقدر تقلب النتيجه ان شاء الله وتيجي في صالحنا. ده كان بالنسبه لتكتيك المباراه، لخط المباراه مش ليك، لاننا هنروح للتكتيك دلوقتي. بس قبل ما نروح للتكتيك لسه ما حطيتش لايك ليه؟ بس حط لايك لو السلسله عجبك، نعمل غيرها مره واثنين وثلاثه، وقول لي في التعليقات لو عايز نعمل دوري يكون خاص بينا احنا في قناتنا، فعايز اعرف رايك في التعليقات دلوقتي. احب اقول لك ان حان دور التكتيكات يا بطل. زي ما انت شايف طبعا احنا بنلعب 4-4-2، فهنغير العقليه الى التمريرات. هات لي يا عم التمريرات، مش عارف ابدل يا جدعان، بعمل بايدي الشمال والله ما عارف. فبالله عليك ما تنسانيش من دعائك، اقسم بالله عايز ايدي اليمين ترجع اتعامل تاني يا جدعان. عموما زي ما انت شايف التمريرات هي اللي هتكون العقليه بتاعتنا، الضغط هيكون عنيف لان الحكم لونه اخضر زي ما انت شايف فوق اهوت. هنثبت التمركزات مش هنغير فيها حاجه، الارقام هنزود الضغط شويه بما ان المباراه على ملعبنا، زود الضغط لحد 65، الاتاك هنقللها شويه محتاجين نهاجم بطريقه جنونيه، 70 هيكون كويس جدا، والتمرير السريع ايضا هنقلله بحيث ان احنا نبدا نكون مواظبين ومحافظين على العقليه في الملعب، ان احنا ما نفتحش مساحتنا قوي، في نفس الوقت ما نضيقش على نفسنا قوي
نكونوا متوازنين في ارضيه الملعب. اخيرا وليس اخيرا هو دفاع المنطقه اللي هيكون معانا النهارده والاوفسايد. نعم لان الراجل بيلعب هجمات مرتده فاحنا مش عايزين نسيب له فرصه ابدا ان هو يروح ويهدد مرمانا بالاهداف ان شاء الله تعالى على المصاصون. لسه ما حطيناهاش زي ما انت شايف. قائد الفريق هيكون مين؟ قائد الفريق اوربان دوت بما انه اقوى واحد كيلة هو اللي يكون الكابتن. ضربات الجزاء داروين نونيز ولو اني والله بخاف منه ممكن يضيعنا، فانا من رايي اخليها اوديجارد مثلا احسن بحيث ان اكون ضامنها افضل من الراجل اللي اسمه داروين نونيز. ضربات الحره مش عارف الصراحه، مش عارف احط مين ضربات حره. ديكلان رايس فيراتي، خلي نونيز مفيش مشكله هو اللي يلعب يعني، حتى نكرمه بالضربات الحره واوديجارد ليه الضربات الركنيه. تعالى كده نجرب وديات، نلعب وديه ولا اتنين. عندنا فريقين مفيش غيرهم هو اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي. اتعادلنا مع الاتليتي ونروح نلعب مع مانشستر سيتي. فين مانشستر سيتي؟ كسبنا 1-0 زي ما انتم شايفين كده. معنى كده ان تكتيكنا النهارده قوي لان الاثنين محضرين لبعض كويس جدا والفريقين قويين جدا جدا جدا. فاضل 4 دقايق على المباراه وده اللي يحمسنا اكتر ان احنا نصبر ونستنى المباراه تدريبات عبال ما المباراه تيجي. كيزا طبعا عشان نحضره لمباراه بكره، ديجو كوستا ايضا نحضره لمباراه بكره باذن الله. هنا في نص الملعب دوجلاس لويس يبقى 95 وفي الدفاع ممكن توموري يبقى 95 ايضا. كل دول هنحضرهم اكمل تحضير عشان مباراه النهائي بكره باذن الله. احنا دلوقتي المطلوب مننا ان احنا نطلع باقل الخسائر في المباراه دي، نكسب 1-0 او 2-0 او نتعادل بس ما نخسرش عشان ما ينفعش نخسر. عايزين البطوله دي كلها كده بدون هزيمه. نروح نبص اخر حاجه على قيمه الفريق. وريني كده يا عم قيمه الفريق. متزعمين الحمد لله 419 مليون، 18.2 معدل قيمه اللاعب. السيتي هو تاني اقوى فريق واللي ممكن يكون عنده فرص كبيره جدا ان هو يتوج بالبطوله او يوصل يكون منافس في نهائي البطوله قصادنا باذن الله. فالطريق الى الان قدامنا مفتوح يا جدعان، مش ناقص غير ان انت تدعي لي ان احنا نوصل النهائي ونكسب باذن الله. وتدعي لي اهم من كل ده ان انا ربنا يرجعني بالسلامه. حط لايك واشترك في القناه. فاضل 4 دقايق بالظبط ونعرف المباراه دي خلصت كام. طيب يا سيدي المباراة اتلعبت والمطلوب ان احنا الراستر الفاتحة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، مباراتنا ضد باريس سان جيرمان مباراة العودة. بسم الله الرحمن الرحيم، صل على النبي صل على النبي اللي كل مرة هي يعتبر اللي ربنا بيوفقنا ان شاء الله ان احنا نكسب المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ المباراة نشوف ايه اللي هيحصل في مباراتنا ضد باريس سان جيرمان. يا ديكلان رايس انذار من البداية كده، حرام عليك يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، باريس بيسجل بقيادة عثمان ديمبلي في الدقيقة 9. المباراة بتسعة يا جدعان. قول الحمد لله الفار يلغي الهدف، الفار يلغي الهدف، الحمد لله الحمد لله. يا نهار ابيض يا جدعان على العظمة، اقسم بالله شكرا يا الفار، شكرا يا الفار اقسم بالله على الهدف الملغي ده. باذن الله يكون انطلاقة لينا. انا مش شايف هجمات لينا الصراحة غير الهجمة الأولى اللي كانت في بداية المباراة. أيوة يا مارتينيلي، أيوة يا سليبة كده، ارجعوا بقى فوقونا، ارجعوا فوقوا الفريق. الدقيقة 35 وإلى الآن 0-0. يلا يا أوربان، أنا عندي المدافعين هم اللي بيهاجموا يا جدعان. يلا يا نونيز، أخيرا أخيرا يا نونيز، نونيز ان شاء الله جول، ان شاء الله جول. نونيز والاول يا نونيز، الله يا داروين يا مايونيز. الدقيقه 45 والشوط الاول بيخلص بتقدمنا 1-0 على باريس سان جيرمان، وده اللي يدينا دفعه ان احنا نبدا الشوط الثاني واحنا ان شاء الله مطمنين لان النتيجه وصلت 4-0. نونيز الكره طائره، اه يا نونيز لو كانت اتسجلت كان هيبقى الخامس في المباراه. افتكروا ان مباراه بايرن خلصت 7-1 مجموع الماتشين، مباراتنا الى الان 4-0. امبابي شكله هيسجل فينا ولا ايه؟ لا يا نيك، بوب ان شاء الله سيتصدى. الله يا بوب، ان شاء الله بوب، قلت لك بوب هو تصدي لا يصد من الحارس، لا يصدق من الحارس. بوب يا جدعان ان شاء الله مش هيخيبنا النهارده، انا عارف ان قوته ضعيفه 88 بس ان شاء الله هنقدر نطلع متفوقين في المباراه. يا نونيز الحارس يمنعه من التسجيل، باذن الله هنسجل تاني. نونيز منفجر النهارده يا جدعان، ساعه ما قلت المدافعين بس اللي بيهاجموا ونونيز ما شاء الله عليه تهديف تهديف تهديف. الراجل باذن الله هيسجل تاني النهارده. لا امبابي، امبابي يصوب الكره، امبابي يصوب الكره، يا رب يا رب يا رب. الحمد لله ضاع كيليان امبابي الدقيقه 77. لا اوسيمين، اوسيمين حندور، اوسيمين ان هو يصوب المره دي. اوسيمين الحمد لله ضاعت الدقيقه 78. المباراه مولعه يا جدعان اقسم بالله، حماسها غير طبيعي لان متقدم 1-0 بس وفي اي وقت ممكن الراجل يتعادل. فهل كره امبابي تكون هي كره التعادل؟ الحمد لله. لو ملاحظين الله يا جدعان على نيك بوب، اقسم بالله العظيم بوب مشرفني الى الان. تصديات الحمد لله فكرتها هجمه، ماركينيوس
حريص مفيش مشكله ان شاء الله نطلع متفوقين. انا مش عايز حاجه غير كده. الكره في القائم، ها الحمد لله ان هي في القائم. 90 صفر يا حكم، صفر يا حكم، صفر يا حكم. واخيرا ارسنال في نهائي دوري الابطال يا جدعان. الله على العظمه يا الارسنال، الله على العظمه يا داروين يا نونيز. انا عارف ان انا المفروض كنت العب بشكل اقوى من كده، بس انا مش محتاج غير ان انا اكسب 1-0 فعلا او 2-0، حاجات بسيطه كده توديني للنهائي بدون اي مجهود. حرفيا مباراه كانت قويه جدا يا جدعان، زي ما انتم شايفين 9 تسديدات لينا مقابل 7 للخصم، واستحواذ 57% لنادي ارسنال، والان في طريقنا لنهائي دوري الابطال. فبسم الله الرحمن الرحيم، هل يا ترى النهائي هيكون ما بيننا وما بين اتلتيكو ولا مانشستر سيتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض على الصدمه يا جدعان، واتلتيكو بيقدر يعملها ويصعد على حساب السيتي في دور نص النهائي. من الان نقدر نشوف على طول بيانات اتلتيكو مدريد. الراجل كان بيلعب 4-3-3 وفريقه ضعيف جدا يا جدعان، اقسم بالله مش الفريق اللي يقدر ابدا يتفوق على مانشستر سيتي بقوته الهجوميه المرعبه. وريني المباراه كده خلصت كام كام. يا نهار ابيض على المباراه، اتعادلوا 0-0، وبكده اتلتيكو يقدر يصعد على حساب السيتي اللي المفروض كان هو الاقوى بنتيجه 2-1 مجموع الماتشين، عشان النهائي يجمع اتلتيكو مدريد ونادي ارسنال بنهائي دوري الابطال اللي باذن الله الحلقه بتاعته هتكون بكره. فاشترك في القناه، فعل زر الاشعارات عشان الفيديو يوصلك لحد عندك، ما تنساش تحط لايك وقول لي ايه رايك في الحلقه، ولو انت عايز ان احنا نعمل دوري من الدوريات القويه باذن الله على القناه قول لنا في خانه التعليقات. اشوفكم في الفيديو بتاع بكره باذن الله النهائي. سلام.